هانيبال في رمضان. هذه سمانة وإحنا نحوسوا عليها في الغابة. قالوا لنا شافوها في تيزغبان. ما شكيت شي في الدوار هنا. عندي أختي في يومين ما بانت. واحد قالنا راها في تيزغبان. ورانا خايفين عليها تسود. ما كان حتى حاجة تخوف الغابة هذه. مريم. يخرج لنا واحد البنات مرض. مريض شوية في عقلي. يا مريم. هذا ما كاش الرحمة في قلبه ولا. يعيش غير هنا في الغابة. نروح ونشوف ونسقسيوه. هو قادر يهز لك حديدة ويخدعك. هيا عليه خديك منه اهرب. ما تخافش راه وحدك معايا. حنا كنا نقولوا لها ما تخرجيش ما تروحيش ما تدوريش. خوفنا عليها. ما تقلقيش روحك يا مريم، الراجل راه جاي يشوفك. انا ما فهمتش ماما على هاد اللي هك، كان تحب تخليني في حالي. وقعدي قرصوني على خوتك في الدار، تعجبك. ما جيت في زهر ومره وانا واش حندير لو؟ خرجتي للدار بلا ما تخبري والديك. ما يهمنيش. مريم حرموني من واحد حبيته. لا حد دي بنت عاشور ما تريحش معايا في الدار. تا خوتي ما يخليونيش نخرج. المشكل اللي بينك وبين عمو زيد ما يفرقش. نزل شكارة، دير جاش تخرب لك راسك. ضاعت لي في البحر وتلقيتها 20 كيلو خمسة غرام. ما كان حتى واحد دخل ولا خرج. مشكل في بابك ما يتعشرش. سامحني عمي عاشور. كون قالك خرجي من الدار. انت عليك. اقسم بالله. زي شوفك برا روحي شكري. علاش يا دنيا ملحتي لي جروحي.